بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث عما يستفاد من الآيات من قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وما بعدها. قد سبق في الحلقات السابقة بعض الشيء من ذلك، ونواصل الآن. فيؤخذ من قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقد سبق شيء مما تدل عليه. يؤخذ من الآية أن الله جل وعلا لا يشرع شيئا عبثا، ولا عن عدم إدراك لعواقبه، فإن الله جل وعلا شرع الجهاد مع ما فيه من المشاق والقتل والجراح لحكمة عظيمة، وهي إذلال الكفار وانتصار المسلمين، وإعلاء كلمة الله، وإتاحة الفرصة لمن يريد الإسلام من الكفار. فالجهاد من أغراض الجهاد إتاحة الفرصة لمن كان مكبلا بالكفر أو ممنوعا من الدخول في الإسلام بسبب الجبابرة والظلمة الذين يصدون عن سبيل الله، فالجهاد يتيح لهم الفرصة ويزيل عنهم الكوابيس التي منعتهم من الإسلام. وقد يمن الله على هذا الكافر الذي قتل وأسر فيدخل في الإسلام. ولهذا جاء في الحديث: عجيب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يؤسرون في القتال ثم يلقي الله الإيمان في قلوبهم فيسلمون فيدخلون الجنة، وكانوا في الأول مسلسلين بالأسر سلاسل الحديد. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ثم أيضا الجهاد في سبيل الله من حكمته أن الكافر الذي تؤخذ منه الجزية ويعيش تحت ظل الإسلام ويجرب عدله ويخالط المسلمين يكون هذا سببا في إسلامه ودخول الإيمان في قلبه عن طواعية ومحبة ورغبة. وكم أسلم منهم من أسلم وحسن إسلامه وأنتج في الإسلام إنتاجا عظيما. وهذا كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله للعالمين أن الله شرع الجهاد لتخليصهم من الكفر ومن عبودية غير الله عز وجل، وإرجاعهم إلى عبادة ربهم التي فيها سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، وتخليصهم من أسر شياطين الإنس والجن. وفي قوله سبحانه وتعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، بيان لعواقب الجهاد وأن عواقبه حميدة، وإن كان في حال القتال فيه آلام وفيه أشياء تكرهها النفوس تشق عليها، لكن إذا تذكر الإنسان العواقب، تذكر الشهادة في سبيل الله إن قتل، وتذكر إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وثواب المجاهدين، فإنه حينئذ
يسهل عليه ما يلقاه في سبيل ذلك، ويؤخذ من هذه الآيات بيان الحكمة من إنزال الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالكتاب أنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الناس لو تركوا لآرائهم وعقولهم، والعقول تختلف وتقصر، تدخلها الشهوات والأغراض، لحصل الفساد الكبير. ولكن الله برحمته أنزل الكتاب وأرسل الرسول للفصل بينهم وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال، حتى يكون الإنسان على بصيرة، لتحكم بين الناس، كما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالحكمة من إنزال الكتاب وهو القرآن والسنة ليس الحكمة من ذلك حفظه والتغني بتلاوته ومدح القرآن، ولكن مع ذلك لابد من العمل به، ومن العمل به الحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه في جميع موارد النزاع، لا كما يظن بعض الناس أنه يحكم بين الناس في أمور الأموال والخصومات في المحاكم، بل هذا مطلوب، ولكن ما هو أعلى من ذلك وهو الحكم بين الناس في أمور العقائد والمقالات. فإن القرآن يحكم والسنة يحكمان بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور العقائد والفرق والنحل، فإن القرآن فاصل في هذه الأمور في جميع النزاعات. أما أنه يحكم في جزئية وقد لا تكون أهم من غيرها وتترك الجزئية المهمة والأساس، فهذا أمر غلط. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.